السنين واللي يريد يحصل نتائج حلوه بالنسبه للشباب والبنات والكبار بالعمر. اذا تريدون اثنيناتكم كعامل مشترك تحصلون على نتائج قويه بدخولكم للنادي، لا تقضوها بس كارديو ومعده. اغلب الناس اشوفه ماني من يجون سمين كارديو او بايسكل وذني السوالف، كبير بالعمر لا ماني ما اقدر اشيل حديد، كارديو غلط هذا الشيء. اثنيناتكم عندكم ضمور بالعضلات، اثنيناتكم عندكم كسل كلش عالي، فلذلك اذا اريد انطي اعازات العضلاتي لازم اتدرب حديد، انقل لها الغذاء بشكل كلش قوي، وبالتالي شويه بعد شويه راح انتقل من مرحله ضمور العضلات الى مرحلة جدا حلوة اشوف فيها نتائج قوية، بشرط لازم العب حديد حتى عضلاتي تتحرك، حتى الاكسجين ينقل بصورة صحيحة، حتى جسمي يقوم ينطي اعازات صحيحة، وبالتالي احصل نتائج قوية. السمين والكبير بالعمر لا تقضوها بس كارديو، ما تفيدكم لانه انتم مقبلين على اصابات كلش قوية، ديسكات، مفاصل، كلها راح تأذيك، وبالتالي راح تترك النادي لانه ما راح تشوف نتيجه. تريد تشوف نتيجه؟ تدرب حديد. زائدا طبعا اكيد النظام الغذائي والاستمراريه، دائما انا اقول لك صحصح وياي وافيدك.